طبعا فيما يخص نتائج الانتخابات، أنا تحدثت في أكثر من لقاء، يعني في هذه الانتخابات أو في الانتخابات المبكرة، انتخابات 10/10/2021، تحدثت على أنه الانتخابات في العراق هي مغايرة عن الانتخابات في كل دول العالم. الانتخابات في كل دول العالم هي من أجل الخروج من أزمة قد تعصف البلاد وقد تذهب به إلى الهاوية. الانتخابات في العراق هي خطوات تساهم في تعقيد المشهد السياسي داخل البلد، ومن شأنها أن تحدث صراعات ومناكفات بين الأحزاب السياسية المستحوذة على المشهد، بالإضافة الأشخاص التي قد يكون الذين قد يكون لهم حظوظ أو قد حصلوا على نتائج جيدة في الانتخابات. فنلاحظ أن هذه الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، هي سوف تكون انتخابات تعقد أو تساهم في تعقيد المشهد السياسي اللي نتحدث عن أنه تقدم. يعني بدنا نحصر المشهد في محافظة البصرة فقط، نتحدث عن تقدم والمقاعد اللي حصدها في محافظة بغداد والكثير من المحافظات الأخرى، نتحدث عن أسعد العيداني وتحالف تصنيم والأصوات أو المقاعد اللي حصدها في محافظة البصرة، نتحدث عن محافظ واسط السيد محمد جميل المياحي والأصوات والمقاعد التي حصدها في محافظة واسط. هي هاي اللي تمكنه من أن يذهب بعيد عن هي اللي تمكنه بأن يذهب بعيدا عن سطوة الأحزاب، تسمح له أو تعطيه حرية باختيار أو على الأقل تكليف منصب المحافظ. بدنا نتحدث عن الحزب الفائز أو الحزب الذي يملك أعلى الأصوات أو أعلى المقاعد داخل مجلس المحافظة، يمكنه، لأن مثل ما تعلمين وبعض الجمهور أيضا يعلم، أنه مجالس المحافظات يتم اختيار من رئيس مجلس المحافظة والنائب والمحافظ على أساس النصف زائد واحد. فهذه الأصوات اللي حصدوها تمكنهم بأريحية بأن يذهبوا إلى انتخاب أو اختيار محافظ وكذلك اختيار رئيس مجلس محافظة، بعيدا عن سطوة الأحزاب وهيمة الأحزاب مثل ما كان، إذا نتحدث عن الأحزاب التقليدية مثل ما كان متعارف عليه مسبقا في انتخابات 2014. لذلك نلاحظ مثل هذه المناكفات التي باتت تظهر إلى الشارع وإلى الشعب بصورة واضحة بين السيد أسعد العيداني وبين السيد عدي العوادي، على اعتبار أنه عدي العوادي يرى نفسه أنه هو الأفضل إلى منصب المحافظ، وبعض الملفات باتت تحرك. بدنا نتحدث عن الملفات السياسية ودور السياسية في تحريك ملفات من شأنها أن تقيد أو تحاول أن تنال من السيد أسعد العيداني محافظة للوطن.